لاحظنا باللي راهي في تزايد للرقم تجاوز 36 ألف حالة مع التوفر. ربما جزنا على عامين كانوا الأطفال في المنزل ما يمارسوش نشاطات، ربما الأكل غير صحي، الأكل ولا الشيبس وهذا البوب كورن وهذه السكريات بمختلف الأنواع والأشكال التي تثير سأثير لاتنسيون دي زونفون، لا يشوفوا الأشكال الألوان ديما، وتلقى الأطفال وتلقى أحيانا بعض الأشكال الأكشاك تلقاهم بجانب المدرسة.